اليوم بمناسبة 8 مارس قمنا بهذا العمل الخيري، هو اليوم السبت 11 مارس، درناه بالسبت باش يحاولوا يحضروا جميع النساء. بهذه المناسبة كنهنئوا المرأة المغربية على صعيد جهة سوس ماسة وعلى صعيد الوطني، وكنقولوا لها كل عام وأنت بألف خير، وما عندكش غير هذا النهار، عندك النهار كله. وأقل حاجة نقدموها للمرأة المغربية هي أننا نهتموا بصحتها. لذلك قامت جمعية أزول للخدمات الصحية والاجتماعية بشراكة مع الجمعية المغربية للممرضين المتعددين الاختصاصات، باش أول حاجة نديروه هي حملة تحسيسية توعوية وفيها الكشف المبكر على سرطان الثدي وسرطان الرحم، وذلك بحضور كفاءات وأطر عالية وأطر مريضية اللي كنهنئهم من هذا المنبر، وأطر طبية اللي حتى هما كنهنئهم على المشاركة ديالهم معنا والتطوع ديالهم معنا. بالنسبة للفئة المستفيدة تحددنا النساء اللي هما ما بين الفئة العمرية ما بين فوق 39 سنة، اللي يقدروا أنهم يستفدوا من الحملة نتاع الكشف المبكر لسرطان الثدي، وكذلك الفئة العمرية المستهدفة سرطان الرحم. وكما فتحنا الباب في جميع الساكنه، وخصوصا اختارينا الساكنه نتاع اقليم انزكان ايت ملول، ساكنه تراس وجرف اللي هي في وضعيه هشه، استهدفنا هذه الفئه هذه. اصلا فتحنا الباب وفتحنا المجال لجميع الساكنه باش يستافدوا من الخدمات الصحيه ويستافدوا من التشخيص. من بعد الكونسلتاسيون مع الطبيب المختص، المراه الى انه بانت شي حاجه كتوجه يعني من طرف الطبيب المشرف، كتمشي كدوز الماموغرافي. الحمد لله كيتواجدوا معنا اطباء يعني اختصاصيين، اطباء كفاءه، ممرضين، يعني ناس مشكورين. كتوجه كدوز الماموغرافي ديالها، كاين راديولوج معنا حتى هو، كاينين لابوراتوارات اللي انهم تعاملوا معنا ديال التحاليل ديال الانسجه، يعني بعض الحالات اللي هي هشه يعني الحالات الفقيره اجتماعيه، يعني تعاملوا معنا باش انه هاد الناس غيدوزوا يعني بدون مقابل. وهذا يعني هذه المجهودات مشكورين على هذه الاطقم كلها، لا مختبرات التحاليل، لا الاطر الطبيه، لا التمريضيه، لا السلطات المحليه، لا مندوبيه الصحه بانزكان. وكذلك الشكر للساكنه ديال حيط الرصد لان ضبطات والتزمات ودارت واحد النظام الحمد لله امام المركز الصحي بتراست. وكنقولوا للمراه المغربيه والمراه الانزكانيه والتراستيه كل عام وانتم بألف خير، بصحة وسلامة وطول عمرك.